السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم اليوم عن الصلادة، وهناخد نوع واحد من الصلادة وهو الصلادة بالركول. ومعروف أن الصلادة بالركول 15 نوع، هناخد اليوم أشهر 3 أنواع منه. هي ركول A، ركول B، ركول C. ركول A الناقر شكله كونيكال والحمل 60 كيلو جرام، وبنقيس به إيه؟ بنقيس به صلادة السيراميكس والمواد الكربيدية. اما الريكول بي فهو للمواد النان فيرس ماتيريال، الالومنيوم والنحاس، المواد الغير حديدية. الحمل بتاعه 100 كيلو جرام. شكل الناقر كرة قطرها 1.6 ملي. اما النوع الثالث من الصلادة الريكول هو HRC، ريكول سي، وده الحمل بتاعنا 150 كيلو جرام، وشكل الناقر كونيكال مخروطي، وبنقيس به المواد الناشفة زي المواد الحديدية الناشفة زي تول ستيل أو المواد اللي حصل لها هاردنينج أو تأسية. ده معلومة سريعة عن الصلادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.